السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من داون اوف مان، وفي دب قاعد يهجم علي وذبح واحد من ربعي، فبصير ما بصير انتقم. هلا برأيي خلني اذبح الثيران لهني، غيرت رأيي ما بنتقم، يطلع لي واحد تهزئني تهزيء السالفة. اخ الناس اللي قاعد تموت يا جماعة الخير. المهم محتاجين نفس الحلقة الماضية، عسى اكمل لكم وين بدينا من وين انتهينا انا اسف، والحين محتاج اني اقعد اجيب الجلود اللي ناقصة عندي على اساس اني ابدا الشيء الثابت اللي هو الحيوانات. حيوانات بيكون اثبت شيء عندي، اذا عندي مثلا مزارع حيوانات ولا مزارع غنم ولا هاي الامور راح يكون شيء وايد ثابت عندي، وراح يسبب هذا الشيء اني اجيب جلود واسوي صيانه وكل شيء وما عندي اي مشاكل، خاصه كاكل، خاصه كصيانه، لان المكان قاعد يتهدم من غير جلود. فانا هاي المشكله الاساسيه اللي قاعد اواجهها حاليا، بخصوص ان انتم مش قاعدين تيون تذبحون هذا. يا ترى عندنا اسلحه، عندنا كل شيء، عندنا مليون سبير، عندنا 26 اوكي مش مليون، بس اذا بايسون الثور هذا اظني بيكون امورنا طيبه. عندنا 100 برد، 100 خبزه يبنا. اح نطحني نطحه، جمعوا جمعوا الكلاب. ايوه كفو كفو، ذبحوا عياله، ذبحوا ذريته كلها. الثور كم جلد هذا عنده؟ 3. نات باد بوتشر. زين الحين اللي نباه يذبحون عياله، مع ان لو خليهم يكبرون هي فكره طيبه. انت ليش زعلان بعد كلكم تموا تتعبدون؟ زين خل على طول نفتح شو تاتش انلوك هني. زين ويمكن يخفف علينا ضغط الجلد شوي. لحظه خلنا نشوف اذا سوينا بيت، اظني هذا على طول بيكون تاتش صح. اخيرا شيء يخفف علينا ضغط البيت، اخيرا شيء يخفف علينا ضغط البيت والله. خلنا نجمع مد، شوفوا خطة الطين هاي ان شاء الله تضبط. خطة الطين ما ضبطت، مصيبة عدم. انزين انزين نبا نسوي ابجريد البيوت، ابجريد تو ثاتش هات. هذا ما اقدر اسوي الابجريد، ابجريد ثاتش هات. اقدر اسوي ستور ثاتش ستورج هات. اوكي اهم شيء ما يبغى له جلد، لان ما نكبني في الدنيا انا هاي كلها الا الجلد هذا. كل شوي ابغى جلد 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 جلد. خلينا نسوي ستورج ثاني، يستوي احطي واحد جنبه، ما اقدر. لكن اوكي الحين بسوي ابجريد حق 3 وبشوف هالثلاثه شو بيستوي، لانه ما اعرف اذا انا عندي ثاتش اصلا، يعني انا قاعد اتفلسف على الفاضي. بس الثاتش يبغى له طين. زين لحظه خلينا نشوف شو عندنا. اول شيء البرودكشن فاتح، كناري كان بريزيرف فود. نايس 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 نايس، نقدر نحتفظ في الاكل مالنا. الحين بنحطيه ورا التانري عسى يكون شكله حلو. ونبا شو برودكشن عندنا، فتح شيء ما فتح شيء عندنا، فتح ريزيدنس ستيبلز دومستيك انيمالز. يوه ادور عليه دواره، هاي ادور عليه دواره والله، ادور عليه دواره. الحين هذا شو يباله؟ ما يباله لذر، ما يباله لذر، اهم شيء ما يباله لذر، ما يباله لذر، ما له داعي. شو انت تعال، انت عندك حيوان؟ اوه عنده قوت، عنده قوت. ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، ما عندي فلوس. زين والله الصراحه ما اعرف شو اقول، ما عندي لا اكل ولا شيء اعطيه حتى. 65 خلنا نقص واحد، بناخذ واحد على الاقل الحين. خلنا نسوي لنا لحظه سبير 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 زيادة. خلنا نسوي هايل، خلنا نسوي هايل، أكيد عندنا هايل بالزيادة. خلنا نسوي هذا، حاط فيه كيو ثياب إن شاء الله بيستوي. زين وهذا خلنا نعطيه أولوية. زين خلهم يبنونه أول شيء، أول شيء أول شيء أول شيء يبنونه حقنا التناري السر ستيبلز الاستبلات عشان نحط فيها الحيوانات. والحين الشتاء أصلا، يعني أنا مشتري عند حمار في نص الشتاء وراح أتوهق على الأغلب في الموضوع. لكن في عندنا حد يطلع طين؟ وين الطين؟ ابا ايوه ابا طين، ابا طين، انا ابا طين. طين هني فل من مكانه مطين اصلا، الموضوع بكبره مطين اصلا. انزين
الحين وضعنا الاكل ترى ممتاز، السيستم ممتاز، كل شيء ممتاز، بس المشكله المحافظه على المباني اصعب من المباني نفسها، يعني اصعب من البناء نفسه. فلهالسبب الحين احنا ندور شيء يخلي عندنا الشو ثابت. شو المرض اللي فيه هذا؟ في واحد مرض ما اعرف اذا اقدر اعالجه، والله ما اعرف اذا اقدر اعالجه، ما ادري، ممكن اعالجه ما اعرف، لكن مو مشكله. زين، برودكشن ما زاد عندنا شيء طبعا ما عاد المويز. زين، لكن هو زاد لنا مجموعه شغلات. لحظه، وشو زاد لنا؟ زين، هو ستابلات، ويفر، اوتفيتر، وركشوب الى اخره. اوكي، الحين معناه انا عندي برودكشن هني انسى، هذا ما في شيء صح. المنيو الخارجي شوفي، ريتشوال ما في شيء، برودكشن ما في شيء، ستورج ما في شيء. عيل شو سوينا نحن؟ اذا بالطريقه هاي شو سوينا نحن؟ زين، ما عندي حد يشتغل في الطين، خلنا نسوي اثنين. عندي نقص اصلا في الناس بشكل عام، عندي نقص حاد في الناس، والحين هاي كلهم يبالهم طين. الطين المفروض يكون اموره طيبه اكثر من الجلد، لان الحين الحمار وين صار اللي اخذنا؟ الجوت، سوري، الخروف اللي اخذناه وين راح؟ ليكون ذبحوا لك الحيوانات، ما نبغى يذبحون خرفاننا، ليكون ذبحوا الخروف. انزين، نبغى حد يجيب طين، ما حد قادر يجيب طين من هني. هذا هو، هذا شو قاعد يجيب؟ ماي. زين، والطين اللي هو اساس الشيء اللي اصلا انتم الحين حياتكم راح تقوم سبه الطين، هذا الجوت، هذا هو موجود. هات هاي، ما حد سوى. قاعد يجيبون طين هني، يبالي فور. اوكي، قاعد يجيبون طين، انا ظلمتهم، بس انا مستعيل عليهم، لان الحين اذا استوى عندنا نهضه حيوانيه وتريدر جاب لنا حيوان ثاني وقدرنا نستفيد من الاوضاع، راح يكون الوضع ترى مش سوبر ديلوكس، بعد السوبر ديلوكس بيكون شيء ممتاز، شيء روعه. خلاص بنقدر يعني نسوي صيانه ونسوي بيوت ونسوي وايد شغلات. بس خلنا نسوي اماكن طين ثانيه. لحظه، في مكان طين ثاني هني على اساس يجمعون شوي طين حبه زياده. جوت هني، هذا الخروف مالي. شو ناقص منك؟ في حليب، فل حليب بالشباب. لان ما عنده ستيبل اظني. زين، انا عاطي الاولويه حق هذا، ليش يجيبون الطين هني؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه، ليش ممكن يجيبوا الطين هني؟ ولا يمكن انا اعطيته اولويه بعدين، واللي ما حد جاي يجمع طين للحين، وانا عطنهم 3000 شغله، يمكن هذا السبب. 4000 يمكن، مش 3000. اوكي، الحين قاموا يجيبون الطين، حلو. اظني اذا سووا هذا بيستوي عندنا بعد منتج زياده اللي هو الحليب. بس اللي انا شايف انه المفروض يفتح لي شغلات اكثر، لان انا الحين شو عندي؟ ابا دقنقول، ابا هي بحفر بير ماي، فورتيفيكيشن، جيت، جدار، هالسوالف. اوكي، نايس. وبيستوي عندي سلتنج اللي هو البريدج والدونكي دومستيكيشن. دونكي دومستيكيشن احنا ما عندنا، بس عندنا الحين جوت، نحن نقدر نجيب الغنم. انزين، والغنم محتاج ستيبل عشان ناخذ منه الحليب. الموضوع تسلسلي شوي، هو صحيح ان الموضوع تسلسلي، لكن هذا شو؟ هذا كناري. اوكي، هذا الاكل مالنا داخل ينحفظ. الحين شوي بنرتاح من موضوع التخزين، مش بالضبط بنرتاح، بس بنرتاح يكون عندنا كمية حيوانات. انزين، دوك 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 جوت. انزين يوم بيكون عندنا كمية حيوانات نقدر ندافع عنها، وسوري نقدر ننتج منها زيادة، نحن شوي راح نرتاح فعلا. بس بالطريقة هاي صعب نرتاح، لأنه ما عندنا أول شيء كمية ناس. انزين، شو كاتب اللي تحت؟ No space for more people. انزين، المشكلة ما عندي مكان حق ناس زيادة، بس انا باهم يبنون اول شيء الستيبلز، وما بقى له شيء، 3 حبات طين، وبعدين بيستوي اوكي الوضع. جاي ودي له طين صح، بقى حبه واحده طين غير. هذا عايش، هذا معناه الجلد عندي راح يتوفر حق الثياب وحق باقي الامور. اوكي، قاعد يبنونه. نايس 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 نايس. انا يعجبني في اللعبه تشوفوا كيف يجون يتعاونون يبنون. وعلى فكرة يوم تهدمون شيء يفككونه، ما يسوونه عشوائي.
نايس يعني وايد 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 اوكي. ودام في وظايف الحلو بعد ولف اتاك وين؟ معقوله ما انتبهت له؟ احمر وين هجم علي؟ متى هجم علي؟ ذبح لي واحد اظني بعد وانا مشغول في هذا. نايس الحين الجوت مالنا المفروض يروح وين؟ هني فيد انيمالز نو انيمالز كرنتلي انسايد. انزين اقدر اشل وين الجوت مالي راح؟ ست هاي برايورتي اوكي انهم يرعون اولويه عليه. خلينا نسوي هاي برايورتي لانه مش ما اعرف وين الدوغ مات حرام بوتشر صح حرام يعني بس شو اسوي يعني خلاص مات. هم بروحهم يبون كلابه هذا الحلو في الموضوع. ورك لود از هاي وحلو كيف التفاصيل مال شو اسمه جميل بس ما اعرف ليش ما اقدر اسوي زوم ان لازم ادق على الكاميرا هاي واسوي زوم ان. بس كجرافكس صراحه اللعبه يعني يعني في الجانب الجيد. تريدر هاز ارايفد يا حبذا لو عندك جوت يا حبذا لو عندي شيء ابدل في الجوت. زين 60 70 75 تريد فاليو 2 140 ما بقدر اجيب 2 بجيب 1 بشل الاكس مالي منك. لا بشل واحد من هايل وبعطيك بعطيك واحد هذا واحد قيمة تتغير اوكي. انزين الحين بنيب الجوت اقدر اخليه يروح هني ما اقدر اشيل اوديه هناك يعني لان الحين المفروض هذا يكون في جود صح فيد انيمالز نو انيمالز كرنتلي انسايد سبيس فور انيمالز 1 انيمال يعني اقدر اشيل 8 هني. انيمال فود انيمال فود شو يكون اكيد هي هذا اللي عندنا هي ستاك فخلونا ننتج شيء ينتج لنا هي ستاك لان انا مش عارف ادخل الحيوانات داخل. اشو اذبحوه حد قال لي يمر في الوسط اذبحوه اقتلوه قتلا مبرحة. ما هذا ما اعرف خلاص انا فصل جوي على هاي اللحظة. خلنا نسوي بلانت مفروض بر لأن خلاص ما عندنا مشكلة صح مفروض ستورج خلنا نسوي لنا وير هاوس مستودع اوكي ستورج هات هي ستاك خلنا نسوي هي ستاك ثاني خلنا نسوي ستورج هي ستاك ثالث اللي هو انا على ما اذكر ما يبغى له وايد موارد مع اني علقته شوي على عماها بس مفروض الخرفان مالي ولا الغنم مالي يدخل داخل بس ما قاعد يدخل داخل الغنم ما قاعد وين يروح الغنم مالي وين يختفون اللحظة الغنم وين يختفون؟ جوت ما بس لوتر يروح يرعى برا يعني ولا شو؟ أنا ما فهمت المبدأ مال بالضبط كيف يشتغل ريسورس within 2.5 ستراكتشر أوكي أظني ما عندهم مشكلة يرعون برا لكن في نفس الوقت راح يكونوا داخل. اذا عندي حليب هي عندي حليب معناه امورهم طيبه دام عندي حليب معناه امورهم طيبه ما عندي مشكله. الحين الباقي بس انهم يبنون البيت ترى هم يفككون البيت حبه حبه بعدين يبنونه حبه حبه وكان يشيل ثلاث البيت القديم كم يشيل هذا يشيل اكثر كم عندي اوه اخيرا استوى عندي مساحه حق الناس يا سلام. هنا شو كلي ما عندنا مشكله كلي بس ابى انزل اولويه عنده 2 صح عنده خلى 2 لان الحين الناس بتبدا تي عندنا وعندنا اكل وعندنا هذا شو شال مثلا هذا شال حليب يصيرون داخل صرت النورمال برايورتي. انزين شوف يروح داخل حق الحليب صاروا داخل نايس اوكي بيزيدون تتوقعون يزيدون واذا الزياده اقدر اذبحهم ويجيب جلد انا هذا اللي بعرفه لان اذا هذا الشيء يستوي بيكون شيء واو صراحه شيء عجيب الصراحه اي البي هابي. انزين الحين شنو بقى فورتيفيكيشن
أظني الحين وقت إن نبني قلعة صراحة، لأن استوى علينا كم من هجوم نكبنا صراحة، استوى كم هجوم نكبنا، بس الحين ما بيمدينا بالضبط نسوي، لكن اللي راح يستوي كالتالي، اللي راح يستوي حاليا ان راح نزيد المنتوجات الحيوانية، بس بعد في نفس الوقت انا محتاج، والله محتاج سبيرس، سوي لي سبيرس، عندي هذا فلنت، ما عندي فلنت، وضع الفلنت تعبان شوي، والله مغري الماموث، بس اظن بيذبح لي الماموث، لا الحين انا مش وقته اني انا استهبل، لان انا باكل تبن، انا مش وقته اني لا لا تستهبل يا خليل، لا تستهبل، لا تهجم عليه، لا تهجم عليه، اوكي بحاول ما اهجم عليه. استوى عندهم بيوت على الشتاء بالضبط، اخيرا نايس، استوى عندهم بيوت تشل، كم عندي 23، السعه بتزيد، هذا ما عنده ثياب، انا اعرف الشعب ثلاث ارباع ما عنده ثياب، بس زين ان هذا جهز قبل الشتاء، لانه كان بيموتون، كان مكتوب بيموتون قبل الشتاء، لكن ما بذبحه، والله ايدي تحكني اذبح هذا، بس ما عندي شيء اني اذبحه، عندي سبير صح، عندي بوز بعد، بس يعني ما احس انها فكره ممتازه. فورت ديفنسيف اول شيء بسوي، شو بسوي؟ بسوي تور، التور هو بيكون الحدود مالي، حلو، بعد التورز، لان هاي اذا بتيني هجمات انا اتصور على الاغلب بتكون من هاي الاتجاهات، هني انا جتني هجمه، بتعرفون شو، خلنا نحط دبل تور هني، التور شو يباله، لحظه انا من غير ما اشيك قاعد احط يباله، هي خشب وشغلات عاديه، ما يباله شيء، ما يباله شيء مرعب يعني، انزين، وبنحط لنا تور هني في هاي الزاويه، وبعدين يمكن نحط جيتس ونوصل بينهم، بس الحين اهم شيء يكون عندي على الاقل ابراج اني اقدر ادافع عن نفسي اذا استوى شيء، بعدين جدران. شو السالفه؟ ريدرز ليش ما رمدق عليه اتاك؟ ما رمدق عليه اتاك؟ زين ابغى اسوي اتاك، لحظه اي ونت تو اتاك، ولا الريدر هذا شيء اوتوماتيك، هذا الريدرز الحين اللي جايين بيرجعونه 5 سنين ورا للاسف، والله حرام المعدات فيكم ما تقدرون تذبحونها اثنين، هاي ما اقدر اشر يهجموا على منو، والله هذا الريدر ذبحهم كلهم، لتونا واحد واحد، تعالوا دقوه جماعة، زين اسلبوهم، زين عندهم سامان شلوا، يا زمن ذبحوا كلابي، والله ظني الكلاب كانوا مفيدين أكثر عن الناس، شوفوا أربعة ماتوا على ولا شيء، كيف تنشفون سؤال، كيف ينشفون لحم في الجو هذا الوسخ، يعني والله صراحة احمر، والله اعرف انه احمر، بس بعد اشيك، بعد اتاكد، بعد اسوي، متى بيزيدون؟ ما يستوي عند الحيوانات يتكاثرون؟ لو يتكاثرون بيكون شيء حلو صح، سيرفايفد وينتر، والله غصب سيرفايفد، انا ما اسميه سيرفايفد هذا، اسميه تصفعت، انا ما كان نجاح، ها كان تصفيع، دونكي نقدر نجيب حمير الحين يشلون حقنا سامان، بس شكلي بفتح هذا سبيرتشوال، لان كلهم نفسيتهم زي التبن، والله انزين، بما ان في الصيف وعندنا موارد وعندنا سكن حق ناس، كباستي 27 ناس 14، فابنوا هايل يعني، وهاتوا لهم طين وهالسوالف وبنوهم، المشكله لازم يفكون واحد واحد، براويكم الحين، انا بال الحيوانات تتكاثر اللي عندي، والله حلو لو تكاثر الحيوانات بيكون شيء وايد حلو، اعرف انه ما عندهم ثياب، واحد مات عن عمها، واحد شيبه مات يود، ايش اسوي الحين؟ لو اشتغلوا على هاي، انتم بتشوفون انهم الحين 12 بيت بينقص، وانا عندي 27 بيكون اوكي، بس بيكون زين، ما بيكون سيء وايد، ما بيكون وايد سيء، في عندهم اكل، هي عندهم اكل، يحطوا لهم استروي، يحطوا لهم ماي، نايس 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 نايس، وايد 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 اوكي، وايد اوكي، الحين يبالنا نسوي، تعرفون شو، قلعه، يبالنا نسوي قلعه
بس يبغى لنا نسوي ويل. اخ هايدر باور ما اعرف والله، هذا اظن البولي العادي ولا ما اعرف شو بيستوي. نولج اكس 7 بوتري والله ما اعرف الحين، لان في تطور جاي بينا بيكون عباره عن حصه صح، والحين على الاغلب بيونا ناس ان شاء الله. زين وفي عندنا تعال تعال انا دقيته يروح يوم ابا منك غنمه ثانيه يا اخي، ما يبين عندي هنا كم غنم عندي، ما اقدر اشوف هنا اضيف كم انيملز. اوكي عندي جوت واحد بس. اوكي عندي جوت واحد، واحد شكله مات في شتاء ولا شيء ولا ذهبه ادراج الريح، لكنه راح فيها دق على عينه دق. انزين الحين نحن عندنا مشكله في الناس، الناس تمون يموتون يونا ما بين ريدرز وما بين شو هالسوالف. ونحن كنا هنا على وشك اني احط برج صح، وما حطيت برج لانه هجموا علي صح، فشفتوا مكان البرج كان لو كنت باننا قبل كان مكان استراتيجي ترى، يعني صدقوني والله صدقوني كان مكان سوبر استراتيجي. وخلنا نحطي خلنا نحطي ما اعرف اذا هم اذكياء ولا لا الام بي سي هني، بس اذا احط ديفنسيف مثلا بالطريقه هاي قدام هل بيهجمون عليه ولا ما بيهجمون عليه ولا بيلفون من حوله ما اعرف، فخلنا نحطي حوله جدار على اساس ان هذا بيلف المكان عقب. انزين برج برجين ثلاثة انبنوا، الحين عندنا بعد برج تحت راح ينبني، وهني فككوا البيت هذا وبيبوا له طين وبيبوا له بعض الامور، بيمشون الامور دام ان عندنا طين وهذا وكله شغال امورنا طيبة. وارخص وايد من الجلد ترى، يعني الجلد كان معوزنا وايد في الصيانة، المكلف جدا 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 جدا، يعني ممكن بدل هاي كلهم ابدلهم افضل. بعدين ما عندي هالثلاث بيوت يشلون الكل، فخلني ادق الكل ابجريد. زين لا بخلي واحد ولا بيبنون هذا اول. زين خلنا نعطي اولويه حق هالبيت لان هذا اوريدي بنا خلاص برايا بيته مو يبنون فيه. يا ابو سامة شوف كيف يبطلونه حبه حبه، كنت براويكم وايد حلو الانيميشن كيف يفتحونه حبه حبه، ترى وايد وايد حلو. انا عايبني موضوع الانيميشن هذا وايد في اللعبه، وايد مهتمين حق تفاصيل صغيره في وايد اماكن. يمكن سمعت صوت رمح، هذا الجوت مالي لازم يروح داخل الحينه حد يوديه يصير يحلبه، هذا الوضع الراهن الحالي المفروض يستوي. بعد على فكره هنا يقدرون يسوون اكل اظني داخل، ترى يقدرون يطبخون، هي في فيول يقدرون يطبخون، فهم بيستهلكون شوي خشب لكن اوكي اتس فاين. زين خلينا نحط الخشب اللي هني هذا كله نقصه. زين والخشب اللي هني نقصه كله ونفضي المكان شويه. انا كل شوي اسمع صوت ارو، هذا دلت ما اظن بيمديهم يذبحونه، وما عندي عدد سكان كافي، ما عندي عدد سكان كافي اسوي هالسوالف، بس عندي مكان حق سكان زياده، عندي مكان اكشلي حق 22، عندي مكان حق 22 نفر مش حق واحد ولا اثنين، عندي بعد اماكن حق شغلات ازيد جايه. بس خليه يبنون الابراج، انا ما اعرف انه بيشتغل في الابراج لكن سبيس فور تو هيومنز اوكي وايد حلو، يعني السكان بيون هني بيضربون من البرج بدل ما ينضربون دايركت، هم على الاقل يكون في مرحله دفاع اولى على الاقل على الاقل يعني. بس يباله جدار الصراحه، انا اشوف يباله جدار، بس الجدار راح يكون وايد مكلف وبكون غلطان لو سويته مره واحده، ومحتاج بوابات وتكتك للموضوع. لا انا شو اللي قاعد يذبح عربي، شو اللي قاعد يذبح عربي. انزين انا اللي محتاج لنا الحين ان اخليهم مشكله، محتار بين الماي وهذا شيب دومستيكيشن. خلنا نسوي الشيب، يمكن يجيب لنا وول، يمكن نحتاج الخياط اللي هو هذا ويفنج يعني لازم وول. فاول شيء بجيب خروف انزين وبشل اللي على الخروف، وعقب شو راح يستوي ايه بالضبط اللي راح يستوي راح نسوي لهم ثياب، يعني لازم نسوي خياط بعدين اللي هو ويل ما بنقدر نسوي اللي هو ويفر،
ثاتشنج يسوي ويفنج، وفي اوتفتر اللي يسوي لهم ثياب. فبنيب نحن يبالي عزبه ثانيه، لحظه خلنا نسوي عزبه ثانيه. ادري فاضيه، انا عارف انها فاضيه، بس تعرفون شو؟ لان العزبه كانت انا ليش ضيعت مش ترانسبورت العزبه وين هذه في الاستورج كانت صح ولا كانت في الريزيدنس ستيبلز؟ انزين خلينا نحط ستيبلز هني بعد، فقط هاي لمجرد ان عندنا ستيبل زياده. ويبالنا ابغى اشوف الجدار كيف شكله. هي والله الجدار شكله حلو تصدقون، اقدر اطوره بعدين الخشب بعد. الاكل هذا بيكون برا على المدينه اتصور، بس هني صعب بيكون جدار اللفه، مكانه وايد صعب. وضع يباله شوي تكتكه، مش شوي شويتين الواقع تكتكه يباله. بس اذا مش عدل، اذا مشيته عدل الحين وياني تريدر او شيب، لان الحين ما في حيوانات حولي. المشكله ما عندي حيوانات حولي، انا مسحت المنطقه عن بكره ابيها تقريبا. ها شو ما اظن بيلحقونه، المشكله انهم ما يلحقون حد، المشكله انهم يضيعونه. زين المشكله انهم يضيعون. هنا في حيوانات قريبه، ما اشوف حيوانات قريبه بعد هني، ما اشوف اي حيوانات قريبه صراحه. زين خلينا نستغل الفلنت اللي هني واسوي اللي هو البرودكشن اندرجراوند مايند من البرودكشن تحت الارض، مناجم تحت الارض. المناجم اللي تحت الارض هني ترد تشتغل مره ثانيه، نشل منها اللي نبغاه. هني الكبر اروم اشله ولا بعدني؟ ريكويرز ايرون سمولتنج، اوكي هذا بعدين. يعني بسوي شوي جيش اقوى. الحيوان بحد ذاته ترى يسوي فرق، انه ليش نحن Invisible has decayed إلى آخره. عندنا سكن، عندنا كل شيء، بس ما عندنا ناس. هني المشكلة الأساسية، نحن مشكلتنا الأساسية الحين ناس. بس زين في هالبيوت يقدرون يدفون داخل البيوت على فكرة. إنزين نشوف الستورج هذا كم يشيل. هاي يشيل أكثر من ذاك والله، هاي يشيل أكثر من هذا المفروضة. وعندنا شغلات في الستور زيادة حق تريد، حلو وايد حلو. بس ما عندنا فلنت، أظني فلنت ناقص. تريدر has arrived. تريدر حبيبي عندك حيوانات شيب؟ هي عنده شيب. انا لاحظت اول مني شيء جديد هذا واحد، ما بعطيك هذا 65 هذا 15 ثانك يستاهل 90 اعطيك 2 من هذا بشل واحد من هذا 100 ابا منك حبتين حبه جلد باخذ وزيديك حبه هذا بدخل منها حبة قمح 105 استوى عندنا خروف الحين. خروف طبعا ما إلا ما في لجلد. أوه سير الخروف سيدا راح داخل، أظني صار يأكل يعان لأن الخروف هذا. خلنا نشوف نقدر نشوفه داخل، ما أقدر أشوفه داخل. من يدخل يختفي، إنزين مو مشكلة، من يدخل يختفي مو مشكلة عادي. بس هذا معناه مع الوقت شو راح يستوي عندنا؟ مجموعة حيوانات. فبالطريقة هاي هذا معناه أنا راح أطور اللي عقبه شو راح يكون؟ دوك اللي بعده راح يكون الحين أظني 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 من الحكيم إني أسوي جدار، جدار جدار ذا بوابة هني. أول شيء بحط بوابات، ما بحط جدار كامل على أساس ما أتوهق مرة واحدة في العمال وهذا. إنزين أوكي الباب مش نفس مش نفس باقي المباني. إنزين وسوي حوله جدار أولي. زين مشكلة ما أقدر أشوف وين بحطيه بالضبط أنا قبل لا أحطيه. زين نسوي حوله جدار أولي بالطريقة هاي عشان نحن نعرف إن هذا الحين بيكون بوابة. وبنسوي بوابة وين؟ لا البوابة شو تكلفتها بعد أنا ما طالعت. أوكي تود سيبالة مو مشكلة، يفتح لداخل ولا لبرا؟ لبرا احسن صح؟ لا لداخل على اساس بيسكرون الباب من داخل المفروض. زين وبنحط بوابه هني بعد، هذا معناه بيستوي عندنا خط دفاع على الاقل ضد الناس الدخيله اللي تبى تي تهجم علينا. وهذا البرج، في برج واحد انهدم شو؟ لا لا هذا البرج اوكي مكانه. بوابه هني ما بسوي، بسوي البوابه الثانيه وين؟ هني. انا حطيت هني ان يقصون شير صح، ليش ما قصوا؟
ليش ما قصوا شير لهني؟ لأن ما عندي ناس أكيد. كيف يقصون شير؟ هم يقصون شير أكيد وأنا ما عندي ناس، والله إني ظالم. إنزين، وهني بنحطي لنا بعد بوابة حفاظا على التكلفة حاليا، بنحطه بالطريقة هاي، وهذا أساسا كيف بيكون حول المكان. لكن الحين نحن شو بنحتاج؟ نحتاج عندنا الخروف هذا اللي موجود يبدأ يزيد شو إنتاج ديفنس. أوكي أقدر أحطي هذا open all gates close all gates، أحيد إني شفت شيء نفس هذا opens والأسيوم. أوكي نايس نايس، يعني أقدر أسوي قلعة فعليا، قلعة رسميا، وأسوي ذا أبراج. بس الحين اللي لازم يستوي شو؟ أيوني ناس. إذا ما أيوني ناس أنا كل هذا اللي أسويه ترى ما منه فايدة خير شر. ما أعرف إذا عندي بس حبة واحدة من الشيء يقدر يتكاثر ولا لا. بس الحين أقدر أركز على تقطيع منو الشير اللي ما كنت مركز عليه من وين من البداية. فأبى أجيب شير الحين شجر كل هذا. أخليهم يقطعون الأماكن. هذه أكثر منطقة عندي كثيفة فيها شير صح؟ خلي يقطعونها كامل بالطريقة هاي. وإذا قطعناها كامل طب بيونا ناس الحين، في عندي أكل، في عندي بيوت، في عندي كل شيء. ما أعرف ليش الناس ما قعدتي أسرا. نيوتريشنز مش أوكي، ما عندي تنوع غذائي، أظني تنوع الغذائي شبه معدوم عندي. هاي واحدة من المشاكل الأساسية أظني اللي أنا الحين قاعد أواجهها فعليا. إنزين، أظني سوينا ثروة نوعا ما ثروة حيوانية. أوكي everyone with a weapon will assume combat roles everyone else will get inside the building. هذا معناه كل حد عنده سلاح لازم يدافع. هذا اللي من الصبح أنا يوم يهجموه علي، يمكن هاي الغلطة الأساسية اللي أنا الحين كنت متوهق فيها ولا منتشب فيها، ما أعرف سموها اللي يسمونها. ممكن أسوي ريسايكل حق مواد هذا لأن عندي مخزن ثاني، مخزن ما يكلفني نفسه بصراحة، أفضل وايد، وكل شيء قاعد خزن داخل المخزن بشكل جميل. وعندي اللي قاعد يكلفني حاليا يمكن البوابات هاي شوي خشب، بس عندي خشب أنا، ليش ما قاعد يبنون؟ ما عندي ناس، عندي 3000 وظيفة ما عندي ناس. وبعدني أسأل شو السالفة. ربنا يستر. إنزين خلنا نفتح الويفنج الحين. إنزين الويفنج هذا شو راح يسوي لنا؟ الويفنج راح يسوي لنا الكلوث اللي هو القماش. بنحطيه وين؟ قدام المخزن بالطريقة هاي. حلو؟ لا أبا مكان. أول شيء المبنى الثاني كم حجمه؟ أوتفتر أكبر شوية صح؟ فبنحط الأوتفتر بالطريقة هاي. زين، وأباه سيدة من عند الويفر يشل اللي يباه، ما يروح ساعتين. أنا شو قاعد أسوي؟ إنزين ما يروح ساعتين ورا. فخلاص بنحط الويفر هني بالطريقة هاي، وهاي اللي عند بعض بيشتغلون قدام المخزن. فإذا في أي شيء في المخزن يحتاجونه ممكن يجيبونه. أنا ما أعرف مدى إنتاجية الشيب مالي الحين، الخروف مالي. بس أوكي بدينا نبني البوابات. من تنبني البوابات بتشوف إذا مكان البوابات زين ببدأ أوصل بينهم. مثلا هني أنا أحس إن ناقصني شو؟ برج دفاع هني، ومحتاج برج دفاع جنبه مثلا هني تقريبا. اوكي هني بيكون زين برج دفاع ثاني. احس اني احتاج ابني وين الابراج، اخذ احساس المكان، اشوف شو قاعد يستوي في المكان هذا. هذا بيكون جدا ممتاز، يعني انه على الاقل يكون عندي خط دفاع بدل ما الحين. هاي اللي بخليهم برا برايه من الاكل، اكل برايه مش وايد يعني ماخذ هم الاكل. بس الحين في اماكن مثل هني من الحكمه اني ابدا اوصلها، يكون عندي دفاع بشكل جزئي على الاقل من المكان. ليش هو انا ما اشوف وين حطيت لحظه، بس بتصوري هذا مفروض يكون زين تصور الشخصي. زين الحين هني بعد بحتاج ابراج. شوفوا يوم نبدا نوصل الامور في بعض زين بالطريقه هاي نبدا نعرف وين ناقصنا بعض الامور. شوفوا هني نبى برج. اظني الناس تهجم على البوابات اتصور، انا مش متاكد. لكن نبدا الحين شوي نحط اسوار المدينه. من يخلصون قسم بنصير قسم ثاني، على الاقل اامن دفاع في اتجاه واحد افضل من ما امن ولا دفاع خير شر. وبما ان اصلا عندي الناس مطاعه تنتقل
فهاي مشكلة ثانية. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، سوينا جبنا حيوانات، سوينا الاسطبلات، نشوفكم حلقة قادمة إن شاء الله بنسوي فيها القلعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.